فتعلمون أن الرب حين أفتح قبوركم وأصعدكم منها يا شعبي وأجعل روحي وجودكم من كل قلبي فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى آل كورنثوس. يا إخوة، إن الخمير اليسير يخمر العجين كله، فألقوا عنكم الخمير العتيق لتكونوا عجينا جديدا كما أنكم فطيرون، فإنه قد ذبح فصحنا المسيح لأجلنا. فلنعيد إذا لا بالخمير العتيق ولا بخمير السوء والخبز، بل بفطير الخلاص والحق. فالذي افتدانا من لعنة الناموس هو المسيح الذي صار لعنة لأجلنا، فإنه قد كتب ملعون كل من علق على خشبة، لتكون على الأمم بركة إبراهيم في المسيح يسوع. أن نشعر رغم ضعفنا،
وعلى استحقاقنا أن نلمس جسده ودمه، وهذا ما حرم منه الملائكة. لهالسبب هالنعمة بين يديك ما أرطوها قبل القيامة حتى تكونوا أبناء قيامة، وحتى نقول المسيح قام حق قام بحاجة أن نكون مشاركين في العرس الإلهي. العرس الإلهي هو مشابه تماما لعرس أيها الأولاد. إن رحنا وشاركنا معناها رحنا وكذا شيء. فعمليا المشاركة في الخدمة الإلهية هي المشاركة الفعلية في المناولة. وأطلب من الجميع حتى تكون قيامة مجيدة وفصل مجيد، أطلب من الجميع أن يصافحوا بعضهم بعضا، نسلم على بعض بإيدينا، وإسا حتى نستعد إلى سبت قيامي وفصح مجيد. أنا بطلب من الجميع قبل ما نكمل خدمتنا لو صح بكل محبة الواحد يسلم على الآخر اللي حد. هاي بداية انتقالنا من صوم المرء إلى فصح القيامة. الحصنين لعبادة الأرثوذكسيين الساكنين والموجودين في هذه البلدة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ووكلائها والمحسنين إليها وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. وأيضا نطلب من أجل المطاوعين الدائمين الذكر الذين عمروا هذا الهيكل المقدس، ومن أجل جميع المنتقلين من آبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين هنا وفي كل مكان. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل الذين يقدمون الأطهار والذين يصنعون الإحسان في هذا الهيكل المقدس كليا الوقار والذين يتعبون ويرتبون فيه، ومن أجل هذا الشعب الواقف المنتظر من لدنك الرحمة الغنية العظمى. كريا ليسون، كريا ليسون، كريا ليسون. لأنك إله رحيم ومحب للبشر ولك